يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم بمن يسب أهل العلم ويظهر عيوبهم أمام الناس، وهل هناك من نصيحة لهؤلاء؟ نصيحة أن يتوبوا إلى الله. لو سبوا غير العلماء، لو سبوا عوام الناس، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف إذا سبوا العلماء؟ الأمر أشد، عليهم التوبة إلى الله عز وجل، وأن يعتنوا بأنفسهم وينظروا في عيوبهم، وأن يحترموا العلماء إن كانوا يريدون الحق، أن يحترموا العلماء لعلمهم وفضلهم، عليهم التوبة إلى الله واحترام أهل العلم واحترام أهل الفضل. نعم.